نرجع للأزمة بين مجلس الشعب والحكومة وصراع تكسير العظام. ومعي على الهاتف النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية. مساء الخير يا سيادة النائب. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك سياده النائب. اولا يعني تعليق اعمال مجلس الشعب، هل انت موافق غير موافق؟ في النهايه الى اين تتجه هذه الازمه؟ الازمه تتجه الى الحل، لانه مجلس الشعب عندما يصوت برفض بيان الحكومه، المعروف في الاعراف الدستوريه والعلوم السياسيه ان الحكومه اما ان تستقيل واما ان تقال. فاذا اصرت الحكومه على البقاء فتصبح المسؤولية الدستورية عند المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة 56 بند 7 والمادة 57 صدر المادة التي توجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل عند حدوث عدم تعاون أو عدم قبول أو عدم رضا أو عدم توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. السلطة التشريعية قررت وقف أعمالها أسبوع لإعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفرصة الكافية لاتخاذ القرار السياسي الدستوري الصحيح. طيب حضرتك بتقولي الأزمة في اتجاهها إلى الحل، شكل الحل اللي حضرتك متوقعه الآن؟ اللي أنا متوقعه إن مجلس القوات المسلحة وفق الأعراف الدستورية سيتخذ مع الحكومة الإجراء الذي يراه مناسبا لإرضاء السلطة التشريعية باعتبارها القائمة على أعمال الرقابة، لأن الرقيب لا يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية وإنما يقيمها. يعني لا يحل محلها في العمل، لكن أقول أحسنت أو أقول قصرت. فإذا قالت السلطة الرقابية للسلطة التنفيذية أنت قصرت، يجب على الحاكم بين السلطات أن يعالج هذا القصور. طب هل بصراحة الوقت يسمح، يعني شهر ونص أو شهر على يعني شهر ونص تقريبا حتى وجود رئيس جديد، هل الوقت يسمح لتشكيل حكومة جديدة أم أنكم ممكن تقبلوا بتغيير وزيرين ثلاثة في الحدود دي، تعديل وزاري محدود؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، نحن نبحث عن معالجة القصور، ليس لنا مطلب محدد. احنا أعطينا الحكومة الفرصة التي طلبتها وأكثر، وأعطينا من اللجان المتخصصة للمجلس توصيات للحكومة بمبادرات حلول، لكنها لم تقبل بالتوصيات. وطلبنا بيان من الحكومة عن تصوراتها للحل فقدمت بيانا ورفض، وبالتالي هناك قصور حقيقي يجب أن يشعر به المواطن. ليس لنا قضية شخصية وليس لنا مطالب شرطية، لا نشترط على احد ولا نتدخل في اعمال، يعني لا تشترطون ان تكون، اذا اقيلت هذه الحكومه لا تشترطون ان تكون الحكومه القادمه لا هي حكومه من الاغلبيه؟ لا على الاطلاق. احنا شرطنا الوحيد ان يكون التغيير، اذا كان الاتجاه تغييرا حقيقيا يرضي المواطن ويتعامل مع الازمات اليوميه. طب تعديل تغيير وزيرين او ثلاثه ده يكفي يعني بالنسبه لكم، يرضي ولا لا يرضي السلطه التشريعيه يا سياده النائب؟ انا ما اعرفش الوزيرين ومش معنى الوزيرين وانه وزيرين. لا انا انا بقول يعني طرح يعني حضرتك دلوقتي انت كمواطن مصري حضرتك لا تقبلي بالحرائق المستمره كل يوم والاشارات على مسرح الجريمه بتقول انها مفتعله فعل يعني. وبالتالي الحرائق وتدمير الاقتصاد وعدم القدره على التعامل مع الازمات امر لا يحتمل. انت حضرتك لو لم نتدخل في الازمات فمتى نتدخل؟ طيب يبقى خليني اقول السؤال بشكل اخر، ايه هم الوزراء اللي شايفين ان تغييرهم الان ضروري ولازم؟ احنا نرى من الحكومه تقصيرا. الذي يؤدي عمله بشكل جيد وزير التعليم، وزير العدل، وزارة الداخلية بتقول للناس انها قدمت لنا قانون واحنا ما نقشناهوش على خلاف الحقيقة. هذا اسلوب غير جائز، حتى غير لائق اخلاقيا. حتى هناك يعني مثلا وزير البترول، وزير التموين، وزير كل هذه الوزارات فيها مشاكل، وزارة المالية، القوى العاملة. يعني انتم بتتكلموا على تعديل وزاري واسع يا سيادة النايب. احنا عايزين تعديل حقيقي. تعديل حقيقي. لكن تعديل على مستوى الأزمة. تعديل يتعامل مع مستوى الأزمة. وساعتها احنا ما لناش طلبات خاصه، اذا كانت الوزاره قادره على استدراك ما فاتها احنا موافقين جدا. المهم ان يشعر المواطن بتغيير حقيقي ولب احتياجاته. هل تتوقع ان في رئيس وزراء يقدر يجيب وزراء دلوقتي قبل كذا 20 يوم من الانتخابات الرئاسه؟ يعني هل تعتقد ان ده برضو ممكن يا سياده النايب؟ اعتقد ان المخلصين في البلد كتير جدا، واللي عنده قدره على الحلول كتير جدا، لكن المشكله ان يجدوا من يهتم بهم ويعطيهم الفرصه. هل هتقترحوا ناس من الحريه والعداله؟
اذا طلب مننا ترشيح اسماء نرشح اسماء، ما طلبش مننا مش هنرشح. طيب احنا ما عندناش مشكله شخصيه. احيلك الى ما حدث النهارده في اللجنه التشريعيه ورفض اللجنه التشريعيه للقاء العسكري بالقوى السياسيه، لكن القوى السياسيه دي كان فيهم ايضا الحريه والعداله، كان فيهم الدكتور عصام العريان، كان فيهم اعتقد الاستاذ حسين النائب حسين ابراهيم رئيس الاغلبيه، يعني الحريه والعداله كانت ممثله، فكل القوى السياسيه كانت ممثله. ليه الرفض يا سياده النائب؟ اقول لحضرتك احنا لم نرفض اللقاء، لكن قلنا نقبلها كتوصيات ولا نقبلها كوصايات. يعني احنا نرفض الوصاية عن المؤسسه الدستوريه، لكن نقبل بتوصيات من اي فصيل سياسي يسعى الى الحل. بمعنى هو اصلا كان في نائب مقدم طلب بيقول ما جدوى ما تفعله لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه، وما قيمه جلسات الاجتماع اذا كانت المسائل تقرر خارج المجلس. فكانت الاجابه المسائل لا تقرر خارج المجلس، الذي يقرر خارج المجلس انما هي مفاوضات مع فصائل سياسيه يحاولوا ان يتوافقوا، الذي يصدر عن اي كيانات خارج المؤسسه الدستوريه هي توصيات وقصص وصايا على المجلس، بمعنى انه يرسل اقتراحات لكن لا يرسل لنا اوامر للمجلس. طب يعني لو وصلتكم هذه الاقتراحات وكانت مناسبه هتقبلوها ويصدر بها قانون ولا هيصدر بها ايه يا سياده النائب؟ لو كانت مناسبة وتحظى بأغلبية وتحظى بقبول عام هيصدر بها قانون ملتم وتصبح ملزمة للجميع. طيب يعني هي القضية بس إن أنها ليست ملزمة وإن دي اقتراحات وإن هي تخضع طبعا للتصويت. لأنه أكيد حضرتك معايا إنه لا يجوز لأي جهة أن تفرض وصايا على السلطة التشريعية المنتخبة. لكن من حق أي جهة أن تفكر وتقترح. بس كل الأحزاب كانت ممثلة يا سيادة النائب، كل الأحزاب كانت ممثلة، والأحزاب دي اعتبرت إن ده اتفاق نهائي، فإحنا بنعيد الكرة من جديد، يعني بنطول الوقت من جديد بما فيهم الحرية والعدالة يعني. ومال إحنا بنقول أن الأحزاب السياسية هي ليست كل الوطن، هي جزء من كل، فلا يجوز الكل أن يوجب على الجزء يوجب على الكل، لكن هي مساهمة إيجابية بلا شك ضمن الاقتراحات المقدمة إلينا من الأكاديميين، والمقدمة إلينا من النقابات، والمقدمة إلينا من الهيئات القضائية، هناك جهات أخرى خلاف القوى السياسية لها أيضا رؤى وتصورات، فنجمع كل هذه الرؤى والتصورات ونصيغ منها تصور مشترك حتى يكون السلطة التشريعية هي صاحبة القرار. طيب مع تعليق اعمال الدستور احنا عفوا مع تعليق اعمال المجلس احنا بنعلق اعمال اللجنه التشريعيه ايضا، يعني بنعطل موضوع الجمعيه التاسيسيه. بصراحة هل لسه حضرتك بتقول لي أن ما نقل على لسان المهندس خيرت الشاطر من أنه لا دستور قبل الرئاسة غير دقيق؟ لا أنا لا أعلق ولا أنتي ولا إنه لأنه الموضوع ما يخصنيش، المهندس خيرت بيقول رأيه أو رأي الجماعة، أنا بتكلم باسم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي تستقبل اقتراحات وتصورات من الجميع ولا تقبل تعليمات او وصايا. طيب. لكن اسالك بقى كنائب في الحريه والعداله، ما فيش نوايا لتاجيل الدستور حتى وقت انتخاب الرئيس، يعني حتى ما بعد انتخاب الرئيس؟ موقف الحزب ملتزمين بما تذهب اليه القوى السياسيه ولن نشذ. لن نشذ عن القوى السياسيه، لو رات القوى السياسيه الذهاب للانتخاب باكر سنذهب معه، واذا تباطؤوا كما يفعلون لن نفرض على احد رايا، لاننا لا نريد ان نكون موضع الانتقاد، نريد ان نكون موضع الاتفاق. اشكرك سياده النائب صبحي صالح وكيل اللجنه التشريعيه، ومعي على الهاتف ايضا دكتور عماد جاد عضو الكتله البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي. دكتور عماد، تقييمك لما حدث النهارده في المجلس، رايحين على فين؟ لا رايحين باتجاه ازمه، لكن ممكن يبقى الحريه والعداله والاخوان عندهم مؤشرات الحل من خلال اتصالاتهم التي لا نعلم عنها شيئا مع المجلس العسكري. في الحقيقه اللي حصل في البرلمان النهارده كان مباراه بين العسكري وبين الاخوان، كل واحد بيحط الرسائل للثاني وبيتفاوضوا. يعني فوجئنا بطلب تعليق الجلسات، و لما جه التصويت لم يوافق عليه الا نواب بالحريه والعداله، نواب بالحريه والعداله حتى النور كانوا موجودين واعترضوا عليه. طبعا انا بقول لحضرتك اللي وافق هو نواب الحريه والعداله 42% كحد اقصى. كويس؟ الباقي النور والقوى المدنيه لانها مش فاهمه اللي بيحصل. ليه بنعلق؟ وايه اللي حصل؟ طب احكوا لنا القصه ايه؟ طب اشرحوا لنا.
لكن ان انا اعلن تعليق الجلسات وارفع ايدي واقول موافقه واروح ماشي، الناس حست بإهانة شديده. طب ازاي مر القرار ب 42%؟ اذا ما عدتيش، ما حدش عاد، هو موافقين وراح ماشي. فبالتالي اللي انا عايز اقوله انه الناس بقت موجوده تقول احنا الاغلبيه، لان لو حطيت النور مع القوى المدنيه هم الاغلبيه فيهم 58%. طيب ما حصلش عد، عشان كده يعني اذا القرار تعتقد انه غير صحيح، التصويت غير صحيح؟ طبعا، بدليل ان لما قعدنا نجمع توقيعات ان احنا رافضين اللي حصل ورافضين التصرف من رئيس المجلس، جمعت توقيعات كتيره، يعني اخر يعني عدد شفته كان فوق ال 120، وكان في اعداد كبيره، وبداوا يجمعوا حزب النور بدا يجمع نوابه بالتليفونات تاني عشان يوقعوا على احتجاج دوت. وبدليل ان الدكتور سعد الكتاتني حس بالمساله، فعمل الصفه بقى يلف وياخدوا الناس يعادوها في مكتب الدكتور سعد ويشرح لهم واصله اللي حصل كذا واصله كذا. طب ليه الكلام ده ما اتقالش؟ يعني اللي حصل انها مباراه ما بين المجلس العسكري والاخوان استخدم فيها المجلس. ايه الهدف بقى؟ ايه يعني، هل الهدف تعطيل الدستور؟ هل الهدف حكومه اخوانيه؟ الهدف ايه؟ ولا تكسير العظم وكل واحد يقول انا صاحب البلد؟ ايه الهدف؟ لا، الهدف هو عندك قوتين رئيسيتين، هو المجلس العسكري والاخوان. كل واحد بيستخدم الادوات اللي في ايده. للمجلس الشعب او الاخوان من خلال مجلس الشعب عايزين يقيل الحكومه، المجلس العسكري مش عايز يقيل الحكومه، فكل واحد ده راح معلق له جلسات المجلس عشان يضغط عليه. طيب، لكن عرفنا برضو بشكل غير مباشر ان في اتصالات تمت تاني، وربما يقدم الدكتور كمال الجنزور استقاله حكومته ويكلف يعاد تكليفه بها حكومه تسيير اعمال. ده المعلومات اللي وصلت لنا كحل وسط ما بين المجلس العسكري وبين الحريه والعداله او جماعه الاخوان بمعنى ادق. فبالتالي ان يقدم الدكتور الجنزوري استقالته ثم يعاد تكليفه كتسيير اعمال. تسيير اعمال عشان ما تتحسبش حكومه تسيير اعمال بدون تغيير في الوزراء. لو في تغيير هيبقى في حد ادنى اثنين او ثلاثه حاجه زي كده، او ما يبقاش فيه، يعني دي الحدود اللي بيتكلموا فيها الغدوه. بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه دي مباراه المجلس، باقي اعضاء المجلس اللي هم الاغلبيه 58% ما عرفوش عنها حاجه. يعني احنا عملوا اتفاق امبارح مع المجلس العسكري، تيجي جمع اللجنه التشريعيه الصبح ترفضه، ويجي بعد كده جايين بخطه واضحه كلمتين نعلق الجلسات نمشي بدون. لو خدوا تصويت بالاسماء زي ما خدوا تصويت برفض بيان الحكومه بالتاكيد ما كانش معاهم غالبيه، لان النور ما ولا واحد من النور وافع على تعليق الجلسات. بس النائب صبحي صالح كان بيكلمنا قبل حضرتك وقال نحن لن نقبل الا بتعديل حقيقي في الحكومه، يعني مش قضيه وزيرين وثلاثه، قضيه انه عايز تعديل كبير في الحكومه ولن نقبل الا بذلك. هو كايه؟ هو كايه؟ هو كحريه وعداله. كحريه وعداله ما عندوش غالبيه. طب يبقى هو مش منتخب باراده شعبيه؟ طب ما ياخدوا تصويت المجلس ويشوفوا المجلس موافق على ده ولا لا؟ طب ما يحطوا المجلس في الصوره يقولوا لهم ايه اللي حصل؟ يعني تعتقد ان هناك نيه مبيته لهذا التصعيد؟ انا طبعا دي مباراه، بقول لحضرتك انا بستخدم كلماتي وفاهمها. هي مباراه بينج بونج كده ما بين المجلس العسكري والاخوان، وبالتالي ده استخدم الحكومه، المجلس العسكري بيستخدم الحكومه يتمسك بيها، وده بيعلق له جلسات المجلس. مع بعض مين اللي هيسلم؟ وبيوصلوا لكومبرومايز في الاخر. لكن اللي حصل النهارده ان الغالبيه في المجلس رفضت انها تبقى مغيبه، تبقى معبئه، تبقى اوراق تستخدم. على الاقل الناس النهارده بيبقى للامانه حزب النور عايز يفهم ايه اللي بيحصل. طب ليه بنعلق الجلسات؟ وتم التوقيع على طلبات كثيره بنواب من النور ومن كل القوى المدنيه على رفض التوقف بتعليق الجلسات. طب ليه بتعليق الجلسات؟ طب انتوا كقوى مدنيه هتعملوا ايه دلوقتي؟ يعني ما هو الموقف التالي؟ او كقوى رافضه لهذا القرار؟ احنا عايزين نعرف ليه تعلق الجلسات، ليه تعلقت، وتعلقت باي نسبه. يعني مش عشان تعلقي جلسات تاخدي موافقه الغالبيه. طب لما نقول ان الحريه والعداله ليهم 42%، اذا في 58%، 58% دول كان باين انهم مش موافقين او مش فاهمين ليه الجلسات بتعلق، فيفهموا. نعم، يمكن يوافقوا او يرفضوا، لكن ما فيش واحد في القوى المدنيه وحزب النور والبناء والتنميه بتاع الجماعه الاسلاميه، ما فيش واحد رافع ايده. أشكرك سيادة النائب عماد جاد، دكتور عماد جاد، عضو الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي. ولا احنا فاهمين، يعني واضح ان لا النواب فاهمين ولا احنا فاهمين ولا المواطن فاهم،
واهم مشهد هو انشقاق النور، اهم مشهد يجب انكم تاخدوا بالكم منه، ان النور فضلوا قاعدين جزء منهم قاعد في المجلس وقال لا احنا مش موافقين. من المواقف القليله من بدايات المواقف، امبارح كان تأييد الدكتور ابو الفتوح والنهارده رفض قرار رفض ما طلبت به الحريه والعداله بخصوص تعليق الجلسات في مشهد مهم هنا. لكن المواطن بيقول وانا مالي يا جماعه، انا مالي في حرب تكسير العظام. نخرج فاصل ونشوف احداث العاصمه ونرجع نكمل الاخبار. الساعة 11 مساء بالتحديد وجدنا مجموعة كبيرة جدا من البلطجية يدخلون علينا من اتجاه ميدان العباسية. لقينا كم من البلطجية مكثف، يعني بالخرطوش وبالطلق الآلي وبالطلق الحي بيضربوا، قتلوا مننا 5 وأصابوا قرابة 300. بهدلوا الدنيا، خراب خراب خراب. معظم الأعضاء صوتوا صح دكتور عدنان فتوح، أظن يعني ربما يستند هذا إلى الرؤية اللي بتقول إن إحنا الدكتور محمد مرسي مدعوم بطبيعة الحال من الإخوان. لو إحنا ندعم دكتور عبد المنعم الفتوح بنضمن إن في 2 مرشحين أقوياء بنفسه مرشح واحد من خارج التيار الإسلامي، ده بيدينا فرصة إن إحنا نضمن إن واحد منهم على الأقل يدخل الإعادة.